قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. الآيات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال أي العبد: رب اغفر لي ذنبا. فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. لكن لا يفتح لنا هذا الحديث وأمثاله باب الجرأة على الله، بل باب الرجاء في الله. دعوتني ورجوتني